وفاء لدم الشهداء المطالبين بالحقوق. أعلنت تنسيقية ذوي المهن الصحية والتمريضية بقضاء المسيب التابع لمحافظة بابل انضمامها للمتظاهرين الذين خضبت دماءهم تراب العراق في كل مكان، مطالبين بالتغيير والنهوض بالواقع العراقي إلى الأفضل. احنا اليوم الكوادر الصحية والمهن التمريضية بالمسيب وبابل عموما وبالمسيب خصوصا طلعنا لمؤازرة اخواننا المتظاهرين في ساحة التحرير وبكل محافظات العراقية حتى يشوفون انه احنا وياهم ايد بايد، بالاضافة الى انه خدمات ماكو، حتى الكوادر الصحية منهكة من قد، يعني ادوية ماكو، المريض يجي ياخذ باص ب 3000 دينار العلاج ما يلقاه، يروح يرجع من برا يشتري علاج مثلا ب 8000 دينار او 10000 دينار ومرات أكثر. فإحنا دا نطالب الحكومة، يا أخي لا أكو خدمات، لا أكو كادر صحي زين، لا أكو أدوية بها حظ. نريد أدوية لهاي الناس المرضى، نريد شوارع مبلطة، نريد مدارس، نريد مستشفيات تنبني بعد أكثر من هاي المستشفيات وأجهزة بعد أكثر من هاي الأجهزة، نريد مطالب، وإحنا الصحة نطالب وكل الحقوق اللي يريدها الشعب، نريد مطالب هواية. المحتجون طلبوا بمحاسبة الفاسدين أولا وتحسين واقع الخدمات الصحية. محاسبة الفاسدين من 2003 لحد هذه اللحظة، هاي شغلة. شغلة ثانية الأحزاب، نريد ما نريد أحزاب تبقى بالبلد، لأن الأحزاب هي سبب خراب البلد. أجهزة ما متوفرة بالمستشفى بصورة يعني بصورة زينة وطبيعية، أكو نقص علاج وأكو نقص بالأدوية الموجودة في المستشفى. ويعاني القطاع الصحي في العراق من الفساد الذي نخر مفاصله وأدى إلى تدني الخدمات وانعدام الأدوية وغياب الرعاية الصحية كنتيجة حتمية لضعف الرقابة الحكومية والتستر على الفساد.